توقيف رشاد ماكنس اليوم يعني من وقت قليل تم توقيفه مباراتين، مباراة الحكمة ومباراة شانفيل. رح كون معي إدارة نادي هومنت من جورج سابونجيان. مساء الخير جورج. بونسوار. جورج، يعني الإيقاف يلي كان لرشاد ماكنس، شو ردة فعله رح تكون بالنسبة لإدارة نادي هومنت من؟ هلا نحن أولا بدي مسي الشباب، كيف الشباب يعطيكم ألف عافية. نحن اليوم قدمنا اعتراض على القرار اللي أخذوه الاتحاد، لأنه شفنا في كتير قصص منهم موجودين ما في إثباتات كافية إنه يقدروا يثبتوا الشغلة اللي صارت. نحن أكيد ما منشك بزيادة النص الحكم الدولي، بس حسب المعطيات اللي عنا إياهم وحسب شو ما صار بالأرض شفنا إنه هيدا is not fair للهومات من شغلة اللي عملوها. نحن جايين عنا اجتماعات، بدنا نحضر على اجتماعات بكرة وبعد بكرة كهيئة إدارية بالهومات من لنشوف شو بده يصير. ومع انه ما قدرنا، ما حدا قدر يثبت انه شو صار بالضبط، عم ناخد نحن على كلام زياد طنوس ومراقب المباراة ما حتى ما شاف شيء. نعم. ناطرين تنشوف شو بدنا نوصل، لوين بدنا نوصل وشو السقف اللي بدنا نوصل عليه. طب بحال تم تثبيت ايقاف رشاد ماكنس مباراتين، برايك شو ممكن تكون ردة فعلكم؟ يعني بدي اعرف شو ممكن، لوين ممكن يكون التصعيد؟ هل ممكن هالشيء مثلا يروح لمحل ما حدا بيتمناه، ان كان انتم كنادي هومنت من او الجمهور اللبناني يلي متعلق كثير بفريقكم؟ بدي اقول لك هون يعني بين هلالين. ثانك يو غياث. نحن اكيد اذا الشغله عندنا مضبوطه بدنا نوصل للماكسيموم. مع انه مؤخرا انا علمت انه زياد طنوس خبر الاتحاد انه في شخص اسمه جوني ابي راشد عنده الفيديو وفرجيه لزياد طنوس. كنت اتمنى لوضح شغله جورج لوضح شغله، جوني ابي راشد هو المخرج. لا ما في فيديو، لو في فيديو نحن كنا اكيد حسب اوقال زياد طنوس. لا 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 ما في فيديو. نحن اكيد اشتغلنا انه بطلب من الاتحاد، وانت كمان بنفس الوقت عضو اتحاد، بطلب الاتحاد طلبوا اذا في فيديو ببين شيء من الملعب، لكن ما كان في شيء ابدا مبين. مشان هيك نحن جاوبنا الاتحاد انه ما في. هذا مش مني طالع، انا عامل لك سمعت انه بالاتحاد. لا 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 ما في شيء قبل الحكم. هيدا هو اللي عم تشوفه اللي عم يمرق على الهوا جورج، هو يلي مبين. وعم تشوف الحكم الدولي عم يقترب من المدرب جون جاعس، عم يقول له انه انا تعرضت لكوع. نحن ما قدرنا نعرف مين الكوع، يعني من مين. اكيد نحن يعني ما بنشكك ابدا بحكي الحكم زياد طنوس، وبنفس الوقت هو كعضو اتحاد، كحضرتك كعضو اتحاد كمان، يعني زياد يعد حكم تابع للاتحاد اللبناني من حوالي 20 سنة. اكيد ما نحن اصلا علاقتنا مع زياد طنوس كانت منيحة، صارت هلا احسن واحسن. عظيم. من هذا السبب لهلا نحن على عم نتصل فيه بشكل دايم. وحتى يعني جورج بس لنختصر الحديث، يعني انتم رح تجتمعوا كنادي هومنت من، والقرار من بعدها بتشوفوا شو ممكن تاخذوا، بس انتم ما نكون راضيين على القرار الاتحاد يلي صدر بحق ماكنس اللي هو توقيفه مباراتين. اكيد في كذا اوبشن غياس، من اوبشن انه نحن كجمعية هومنت من انه ما نتابع، نعلق اشتراكنا لا هذا الشيء ما بنتمناه ابدا. وإذا هذه الشغلة مش مظبوطة يعني في شيء غلط عم بيصير، والغلط اللي عم بيصير حدا بده يتحمل مسؤوليته. أكيد مش الشخص بزيادة نص بده يتحمل مسؤوليته. نعم. في مين مسؤول عنه اللي هو الاتحاد. يعني نحن حتى بدنا نروح بكرة على لجنة الاعتراض، بدنا نقدم اعتراضنا هناك، وفوق لجنة الاعتراض في عنا الفيبا اللي الفيبا تقبل الأمور توصل، لأنه لسوء الحظ صار في تدخلات من السلطات المحلية، وشفنا آخر مرة وقت ما كان في حدا تدخل غير الاتحاد وين وصلنا، شو صار بلبنان. نحن كاتحاد كنا منتخبين جديد تعذبنا. لا نتمنى أكيد جورج ما توصل الأمور لهنيك أبدا. أنا بدي أشكرك، بتمنى ما توصل لهونيك. يعني تحياتنا لإدارة نادي هومنت من، الجمهور اللبناني كله وكرة السلة بحاجة لناديكم باللعبة، لأنه بالفعل أعطيتوا نكهة خاصة للعبة كرة السلة إن كان الموسم الماضي أو الموسم الحالي.